لا يختلف اثنان على فوائد الرضاعة الطبيعية للرضع، فحليب الثدي مصمم بشكل فريد لتلبية الاحتياجات الصحية للطفل بمرحلة النمو، وهو الغذاء المثالي لهم لأنه آمن ويعزز بذلك طبعاً جهازهم المناعي. دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً، هو شعار حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام الممتد من الأول إلى السابع من أغسطس، وهاشتاج الحملة هو World Breastfeeding Week. نعم، هذا الشعار هو بغاية الأهمية لأنه اضطرار النساء للاختيار ما بين إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية وعملهن هو أمر غير مقبول. لهذا هيركز موضوع هذا العام على رضاعة طبيعية والعمل، وهو حقيقة يعني ما يتيح فرصة مهمة للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التي تدعم الرضاعة الطبيعية المتمثلة في إجازة أمومة لا تقل عن 18 أسبوعاً، ويستحسن أن تزيد على 6 أشهر بحسب منظمة الصحة العالمية واليونيسف. لكن الرضاعة الطبيعية تواجه تحديات عدة في الوطن العربي تجبر الأمهات على إيقافها، فتجد تلك الأمهات أنفسهن تحت الجلد المجتمعي. نتابع هذا التقرير ونعود. بسبب إيقاف الرضاعة الطبيعية أمهات يتعرضن للانتقاد واللوم ويجدن أنفسهن تحت الجلد المجتمعي. لماذا؟ لأن المجتمع لا يلحظ الرغبة الكبيرة للكثير من النساء بإرضاع مواليدهن الجدد، لكن ثمة ما يمنعهن عن ذلك، منها طبيعة عملهن أو إجازة الأمومة أو وضعهن الصحي وغيرها من أمور قد تضطرهن إما للامتناع عن الرضاعة الطبيعية أو وقفها بشكل مفاجئ. إذن الدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التي تدعم الرضاعة الطبيعية أمر أكثر من أساسي وحيوي، وقد طرحته منظمة الصحة العالمية واليونيسف هذا العام ضمن حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، معتبرة أن الاختيار بين إرضاع الأمهات أطفالهن رضاعة طبيعية وعملهن أمر غير مقبول. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يستفدن من التدابير الأساسية لحماية الأمومة في القوانين الوطنية، ولا يطلب إلا 20% من البلدان من أصحاب العمل أن يوفروا للعاملات فترة راحة مدفوعة الأجر ومرافق للرضاعة الطبيعية، ويستفيد أقل من نصف عدد الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الخالصة. صحيح أن بعض النساء يقررن اختيارياً عدم الإرضاع ويكتفين بتركيبات الحليب المتوفرة في الأسواق، إلا أن قرارهن الناجم عن خيار شخصي أو ظروف قاهرة لا يعني ولا يبرر تعرضهن لانتقادات وضغوط اجتماعية من شأنها أن تقلل من دورهن وأمومتهن ومحبتهن لأطفالهن. لتوسع أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من عمان مسؤول الإعلام في المكتب الإقليمي لليونيسف محمد الحواري. صباح الخير وأهلا فيك أستاذ محمد. دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمرا ممكنا، شعار حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذه السنة، لكنه للأسف غير ممكن بسبب الإجحاف بحقوق المرأة العاملة. ما رأيك بالموضوع؟ صباح النور. بالتأكيد الإجحاف الواقع على المرأة سواء كان بعدم فتح مساحة كافية كإجازة أمومة أو ما تسمى بفرص خلال أوقات الدوام، إما بالمغادرة المبكرة أو خلال أثناء الدوام تكون هناك ساعات معينة تسمح لها بإرضاع طفلها، وأن تكون هذه الإجازات أيضا مدفوعة الأجر، هذا أمر مهم لأنها هي بحاجة إعالة أسرتها في كثير من الأحيان. وهناك أمر آخر ألا وهو في منطقتنا تحديدا النساء التي تعرضن للتهجير أو النزوح، أو هناك ظروف اقتصادية معينة لا تسمح لهم بأن تكون لهم المساحة الخاصة حتى لممارسة هذا الأمر الطبيعي ألا وهو إرضاع أطفالهن. هذه كلها مؤثرات بكل تأكيد تجحف بحقهم بأن يكون هناك مساحة كافية للعلاقة التي تربطهم بأبنائهم وهي أساسية في الحقيقة ألا وهي الإرضاع الطبيعي. طيب، المشكلة هنا تصب في أن أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يستفدن من التدابير الأساسية لحماية الأمومة في القوانين الوطنية بحسب منظمة الصحة العالمية. لو تعدد لنا الأسباب أو التدابير وأسباب عدم تطبيقها،
هو في الحقيقة أن النسبة تحسنت منذ العام 2011 إلى اليوم، وأصبح هناك 48% بمجمل النساء المرضعات أصبح لديهم مساحة يعني تتيح لهم الإرضاع بالشكل الكامل الصحيح. لكن هذا يجعل العالم يسير على المسار الذي نطمح إليه مع نهاية العام 2030 أن يكون هناك 70%، مع أنه هناك في مساحة أيضا يحتاج تعزيزها من خلال حث الشركات والمراكز العاملة سواء كانت الخاصة أو الحكومية على حد سواء بتوفير مساحات مخصصة داخل العمل لفتح مجال للأمهات لإرضاع أطفالهن. أوقات العمل يجب أن تكون مرنة بحيث تتيح لهن الإرضاع، بالإضافة مثل ما تفضلتي أن يكون هناك 18 أسبوع إلى 6 أشهر مدفوعة الأجر، وأيضا هناك بالإضافة بأن يكون هناك مساحة أيضا للوالد أن تكون لديه إجازة مرنة أيضا بعدد أيام متاح مدفوع الأجر، بحيث يستطيع مساندة زوجته في هذا في هذه المهمة. عدم توفير مثل هذه الأمور هو حقيقة عقبة أساسية في تحقيق هذه الأهداف. لذلك نحن نسميها أن من الاستثمار الذكي لجميع المؤسسات العاملة بفتح هذه المساحة. في حال أنت لم تتيحي لموظفيك لموظفاتك الإرضاع أطفالهن، فهم بالتالي سوف يتركن العمل. وليس من السهل إيجاد موظف جديد إذا لم يتم إرضاع الأطفال، فهناك مساحة كبيرة للإصابة بفقر الدم والهزال. بذلك نحن سنهدد حقيقة حياة الكثير من الأطفال. ولنعلم أن هذا الذي نسعى إليه أيضا هو له مردود مادي كبير جدا. عندما تكون صحة وسلامة الأطفال متكاملة، فهناك أكثر من 300 مليار دولار سيكون عائدها على العالم بشكل صحيح، لأنه نحن بحاجة من هم عاملين أصحاء بصحة متكاملة خالية من كل المعيقات. وهنا تبدأ المناعة في أصلها في عند الولادة، ألا وهي الرضاعة الطبيعية. لذلك العقبات اللي موجودة اليوم هي غالبها بتوفير المساحة الكاملة، وأيضا توفير الثقافة اللازمة مثل ما تفضلتم في التقرير. لا يكون هناك إجبار، لكن يجب أن يكون هناك شيء من التوضيح والمساندة، لأن هناك في أمها تحتاج إلى مساندة نفسية، مساندة اجتماعية، ومساندة اقتصادية في كثير من الأوضاع، تحديدا في الوضع الراهن في المنطقة. يعني أستاذ محمد، من بين المشاكل التي ذكرتها تحديدا هي المشكلة التي تواجه المرأة العاملة، وهي الإجازات غير المدفوعة أو الإجازات قصيرة المدة. لماذا لا يتم تمديد إجازة المرأة أو الأم المرضعة ل18 شهر أو أكثر كما تطالب المنظمات الدولية بهذا الموضوع؟ لماذا لا يتم النظر حول هذا الموضوع والعمل به؟ هذا حقيقة ما ندعو له مجتمعين، سواء كانت منظمة الصحة العالمية أو نحن في اليونيسف أو أيضا منظمة العمل الدولية، بأن تكون هذه قاعدة موجودة وأن تدعمها الدول جميعا وتشجع الشركات الخاصة. لكن من لا يقومون بهذه المساحة سواء كان من الإجازة وغيرها، يعتقدون بأنهم يخسروا الأيادي العاملة والموارد البشرية لديهم إذا أعطيناهم ساعات عمل أقل أو أعطيناهم إجازات تصل إلى 6 أشهر أو دون ذلك مدفوعة الأجر، بأن هذا سيكون هناك في خلل في ميكنة العمل. لكن في الحقيقة أنت ستخسري كوادر مهمة جدا هي ممارسة ومتخصصة في هذا المجال. فإذا كانت عندي إحدى الموظفات اليوم هي بحاجة هذه الإجازة، فأنا سأكون استثمرت استثمار ذكي وعائد اقتصادي مردوده إيجابي علي. لأن توفير البيئة الآمنة هي بكل تأكيد ستوفر هناك الكثير من الولاء لهؤلاء العمال لشركاتهم. لكن بعض أصحاب رؤوس الأموال هم لا ينظرون إلى هذا الأمر بالطريقة هذه، بل ينظرون بطريقة أخرى بأنه هذا سيكون هناك كسل وسيكون هناك في فجوة في عدد العاملين. لكن هو استثمار ذكي. لكن مرة أخرى، المبشر بأن يكون هناك مستقبل إيجابي وواعد أن النسبة زادت 10% في خلال عقد الزمان الماضي، تحديدا منذ العام 2011 إلى اليوم. يعني نتمنى أنه نصل في الأعوام القليلة القادمة إلى 50%، حتى نصل في 2030 إلى 70% من النساء العاملات أن يكون لديهم مساحة كاملة لهذا الأمر. ومع وضع بالحسبان أن هذا هو الصورة
ستكون جدا إيجابية للشركات، ستحسن من سمعتهم التجارية، ستحسن من منتجهم، لأنه أنا وأنت كمستهلكين عندما نعلم أن المصنع الفلاني أو الشركة الفلانية هي تقدم خدمات صحيح وسيكون مكان أكثر شمولية وأكثر تقبلا للموظفين. بالطبع. شكرا جزيلا لك مسؤول الإعلام في المكتب الإقليمي لليونيسف محمد الحواري، شكرا جزيلا لحضرتك.